Assalamu alaikum. Hello everyone. We continue our lessons of the English tenses. يعني نكمل دروسنا الخاصة بالأزمنة في اللغة الإنجليزية. And we continue also with our series of past tenses. يعني نكمل مع أزمنة الماضية. بعد ما شفنا the past simple tense in the last lesson, today we will see what we call the past perfect. يعني الماضي الكامل. الماضي الكامل او ما نستطيع عليه يعني بشكل اوضح هو الماضي البعيد. الماضي البعيد. Now what do we mean by past perfect؟ ماذا يعني الباست بيرفكت؟ الباست بيرفكت هو عباره عن كذلك an action which happened and finished and completed in the past before another point. يعني هو عبارة عن حدث أو فعل وقع في الماضي يعني قبل نقطة زمنية محددة أو معينة في ذلك الماضي، وكأننا نقول إنه ماضي بعيد. ماضي بعيد. Right. لذلك لما يعطينا فعلين في الماضي، فعلين وقع في الماضي، الفعل الأبعد الأول وقوعا يعني زمنيا نصرفه في الباست بيرفكت، والثاني في الباست simple. Example, you say, I had traveled to Paris. يعني سافرت إلى باريس. وكأنه هنا يعني السفر تاعك كان في ماضي قبل يعني بعيد قبل أحداث أخرى جاءت بعدها. Clear. So I repeat. The past perfect. الماضي الكامل أو منعبر عنه بالماضي البعيد وعبارة يعني عن حدث وقع وانتهى right في ماضي بعيد كأنه قبل يعني حدث آخر أو أحداث أخرى في الماضي. Clear. Now راح نشوف أمثلة ونفهم أكثر من خلال uses استعمالات هذا الزمن. Now before this we see the form يعني structure بناء هذا الزمن. As you know we have this verb consists of يعني the verb to have in the past simple auxiliary verb to have in the past which is had plus the past participle يعني الفعل الثالث اوكي في استوى الريجولار فيربس او stand plus ed اذا كان الفعل regular. So the past perfect هو had plus the past participle. Regular verb, for example, we take I had worked. مع كل الضمائر استخدموا had worked. يعني I had worked, you had worked, he had worked, she had worked, we had worked, it had worked, and they had worked. Clear. An irregular verb like to go. I had gone, you had gone, she had gone, he had gone, it had gone, we had gone and they had gone. Clear. يعني ذهب. Right. إذن الفورم هو جد بسيط. Had plus the past participle of any verb. Go. Now استعمالات لهذا الزمن. When do we use the past perfect? The past perfect. كما قلنا إنه لما نقارن the past perfect with the past simple. Right. نحسوا إنه the past perfect يعني an action happened in a farther time كأنه وقت أبعد قليلا عن أوكي يعني حدوث وقت في الزمن الماضي البسيط right الماضي البسيط. لذلك right in English when we have two actions happened in the past يعني زمنين وقع في الماضي for the first action which happened first يعني الفعل حدث أولا نصرفه في past perfect والثاني حدث في الماضي بعده نصرفه في الباست سيمبل. الباست سيمبل. Example I say the film had started before we arrived. وهنا نستعمل خاصة مع before والafter. الafter والbefore. Okay. The film had started يعني الفيلم بدأ أولا استعملنا الباست بيرفكت لأنه هو أول حدث في الماضي before we arrived قبل أن نأتي نلحق هنا الرايب استعملنا لها الباست سيمبل تنس. كلير الباست سيمبل تنس. رايت
فيرب، لانه تقريبا لما نقولوا الباست بيرفكت هو ماضي بعيد، لما نقول الباست سيمبل هو ماضي قد يكون حتى قبل لحظات او بعيد او قريب او يعني او يعني متاخر قليلا، لكن الباست بيرفكت دائما ابعد اوكي من الناحيه الزمنيه من الباست سيمبل ان جنرال ان جنرال جود. Also, an example, مثال آخر ترتيب فعلين في الماضي نقوله after the teacher had come, after the teacher had come, the students wrote their lesson. يعني بعدما الأستاذ جاء أولا يعني الطلبة كتبوا دروسهم. Alright, كتبوا دروسها. Right. Another use of past perfect وهو كذلك قد يعبرنا احنا قلنا في التمسم الأول قلنا عبرنا عن يعني definite يعني نقطة معينة في الماضي حدث في زمن معين. Right. لكن ماضي بعيد. لكن أحيانا كذلك قد يعبرنا عن duration يعني period of time in the past خاصة باستعمال for. مثلا we say I had worked in this company for 3 years. I had worked in this company for 3 years. يعني عملت بهذا الشركة خلال 3 سنوات. Right. 3 سنوات. Right. دائما مع for يعني تعبرنا على duration or period of time. Another also use في the past perfect we find it in if condition type 3 يعني example if conditional type 3 وكذلك with past wishes يعني الأمنيات أو يعني التأسف الأمنية في الماضي هنا نستعمل ال past perfect for example for if type 3 يقولوا if I had known you were here I would have come earlier. لو علمت لو كنت علمت يعني هنا في الماضي clear هنا في الواقع انه لم يعلم لذلك هنا الباست بيرفكت يستعمل مع الاف كونديشنال يعبرنا عنه يعني ايماجيناتيف سيتويشن يعني وضعيه خياليه اور انريل عكس الواقع لو اني علمت لو كنت علمت في الحق اني لم اعلم clear if I had revised my lessons, okay, I would have passed the bank exam. لو أني كنت راجعت right. لكن في الوقت في الواقع أني لم أراجع. Clear. لم أراجع. Right. كذلك في الوش. نقولوا I wish I had traveled by plane and not by car. يعني يا ريتني alright يا ريتني سافرت بالطائرة ألم أسافر بالسيارة كأنه هنا حسرة أو تأسف أو أمنية على شيء وقع في الماضي هنا كذلك الواقع أنه لن يسافر بالطائرة يعني هنا كذلك عندنا أن real situation وضعية غير واقعية ليه وضعية غير واقعية هنا كذلك نستعمل ال past perfect يعني الوش الأمنية في الماضي أو الحسرة والأسف في الماضي نستعمل معها الباست بيرفكت ليه الباست بيرفكت كما قلنا بالاضافه الى الاف كونديشنال تايب 3 نستعملها باست بيرفكت للتعبير عن يعني وضعيه غير واقعيه في الماضي في الماضي واحيانا كذلك نقدر نقول انها تعبر عن الهايبوثيسيس يعني الفرضيه ها طب وساي اف وي هاد بوت this machine, for example, there, right, there would have been more clients. مثلا لو وضعنا هذه الآلة يعني جهاز متطور هناك في السوبر ماركت مثلا كان سيكون هناك زبائن أكثر هنا فرضية هنا كذلك فرضية إذا دائما استعمال الأخير للباست بيرفكت وهو أن ريل سيتويشن في الماضي وضعية يعني خيالية أو مخالفة للواقع في الماضي إذن هذا هو تقريبا فيما يخص استعمالات الباست بيرفكت. Now about its other يعني forms, negative form, we will just add
not after had يعني had not ولا contraction hadn't plus the past participle. Example we say I hadn't worked, you hadn't worked, she, he, it hadn't worked, we hadn't worked, they hadn't worked. With gone, I hadn't gone, you had not gone, he, she, it had not gone, we had not gone, they had not gone. Clear? The imam not after had. Now for the interrogative form, يعني how to form questions, أسئلة بالpast perfect, نبدأ بال yes no question. Of course, هنايا we put the auxiliary verb had at the beginning before the subject. نقولوا had I worked, had he worked, had he worked, had she worked, had it worked, had we worked, had they worked, هل عملوا, هل عملتوا, هل اوكي, هل عملتوا وهكذا, هل عملت الى اخره. Clear? Right. دائما عندنا had plus subject plus past participle of the verb for yes no questions. Now for WH questions, كما قلنا في السابق, دائما WH word الاولى, ها, where had you worked, اين عملت. Clear? Where had I worked? Where had she eat? He worked. Where had we worked? Where had they worked? دائما double H word بعدها مباشرة auxiliary verb بعدها subject وبعدها plus the past participle of the verb. Of the verb. Clear? Also with the to go. When, استعمل when. When had I gone? When had you gone? When he, she, it. Okay. When had she, he, it gone? When had we gone? And when had they gone? دائماً WH بعدها وزن had ثم الفاعل ثم الباست participle. هذا ما يخص يعني الباست perfect اللي قلنا هو عبارة عن فعل وقع في الماضي وانتهى واكتمل right في نقطة معينة, لكنه يعني كأنه قبل نقطة أخرى في الماضي, يعني ماضي بعيد نوعا ما. Thank you so much.